مبادرة كنا درنا، كانت مبرمجة من قبل، وكنا درنا واحد هذه المبادرة هذه بتنسيق مع الجمعيات التقاوين، نظرا على حسب هاد الناس هادو عندهم يعني واحد الحالة ضعيفة جدا، ونسقنا مع هاد الجمعية باش نقوموا بهذا العمل. وبالنسبة لهذوك الثلاثة اللي هما استثناوهم يعني اللي ما تمش ختان هذا الختانتاتهم، انهم كان عندهم واحد نقص في هذا ديالهم، ولكن الدكتور هي اللي غتشرح لكم هذا الرفض ديالهم. نعم، باش نعرفوا الاسباب التي جعلتكم تتراجعون على الاعذار ديال الثلاثه ديال الاطفال، غادي نحاولوا نشوفوا مع الدكتوره. ولكن الا ترى الجمعيه ديالكم بتنسيق مع هذه الجمعيه انكم تستمروا تشوفوا الحل باش ديال الاعذار ديال هاد الناس، لانه تيتسكنوا في واحد المنطقه التي نعتبرها المغرب المنسي؟ تفضل سيد الرئيس. بالنسبه لهذه الفكره هذه، حنا غادي نشوفوا ان شاء الله من بعد الا كان يمكن نعاودوا نستمروا في هذا الشيء، نكملوا معهم من بعد. وهذا كان سيبته من المستشفى اللي هو قريب كمستشفى محلي مثلا، نسيبتهم يكملوا معهم العمليه. دكتوره سعيده، اننا سعد، دكتوره سعد عفوا، ان السيد الرئيس صرح لنا بان الطاقم الطبي رفض لاسباب طبيه صحيه باش انه يقوم بالاعذار ديال ثلاثه ديال الاطفال من بين هذا العدد 24 14 اللي 17. اذا لماذا تم بالنسبه كلمه رفض؟ انا كان رفضها. كترفضيها؟ مش علاش، لان هاد الوليدات كما غنقولوا اون بون سونتي، رفضناهم رجعناهم. علاش؟ لان عندهم لي فيس ديالهم شويه من الفوخ، عندهم كذلك الحجير ديالهم من الفوخ. حنا كالخدمه ديالنا عندهم غنقول التميره داخله. بون، هادو وليدات يكون جاب الله اليوم تختنوا، غدا غادي تعاودوا، ولكن غادي تعاودوا في واحد الظروف شويه صعيبه وخايبه. لا هما الم يدوز مره او يدوز جوج مرات، وهذا الشيء اللي غادي نقول. والحمد لله اليوم العمليه دازت على احسن ما يرام، دازت في ظروف زوينه الحمد لله. ما كاينش واحد البكا ديال الوليدات كما مولفي البكا بزاف، لو سون ما كانش، لانه في غاميزور لو سون كيتحبس، كاين بادي بوان دو سوتور، كاين كذلك الكاويه. والحمد لله الفضل كيرجع سيدنا ربي الحمد لله، والفضل كيرجع كذلك لهاد السيده هذه الكريمه الفاضله خالتي فاطمه المسكينيه على راسهم النقطه الاولى. وكذلك كنشكروا جمعيه الافق للتنميه الاجتماعيه اللي كانت لنا كذلك الطريق اللي جات كمساعده، وكنشكروا كذلك الجمعيه اللي استقبلتنا وهي جمعيه تطوين للتنميه والسياحه الجبليه، وباسم جميع الامهات وجميع الاباء وجميع السكان هذه المنطقه ديال عيون ام ربيع كنقول لكم شكرا. عواشر هذه قافله تضامنيه قامت بها جمعيه تطوين بالتنسيق مع جمعيه الافق التنميه الاجتماعيه بالدار البيضاء في اطار توزيع بعض الاعانات اللي كانت هذه القافله التضامنيه خدات. هذه القافله التضامنيه ضمت اليوم جوج وثلاثه واربعه. هذه القافله فيها توزيع الاعانات على الفئه المستضعفه والفقيره في المنطقه، وفيها عمليه الختانه اللي هي دارت اليوم 04/6/2016 بزاويه عيون ام الربيع. تم اعذار حوالي 14 طفل، تم رفض ثلاثه منهم نظرا لبعض الظروف الصحيه، وتم مرت العمليه في ظروف جيده. تم استفاده ديال الاطفال المستفيدين من عمليه الاعذار من البسه خاصه البدله ديال الاعذار.